النجم السياح لولاية الاتحاد المنسي للجولة الرابعة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية. هذه الأهداف الشوط الأول من هذه المواجهة ثنائية عمرو مرعي وهدف فراس بالعربي للنجم الساحلي وهدف رفيق كابو كان ضيع بها ظلل بها النتيجة بالنسبة للاتحاد المنسيري 3-1 هي نتيجة الشوط الأول في هذه المباراة. بعد دقائق ينطلق الشوط الثاني من درب الساحل بين الشقيقين النجم الساحلي والاتحاد الذي المنستيري. أفضلية في الشوط الأول على طول في الحقيقة للنجم الساحلي، دفاعيا كان مرتبك الاتحاد المنستيري وفنيا بتبيع التفاصيل مع طارق المسعودي. طارق، الشوط الثاني ماذا ينتظر النجم والاتحاد؟ النجم للتأكيد بطبيعة الحال يعني شفنا شوط أول ممتاز، شوط أول مثالي يحبه أي مدرب ويتمناه أي مدرب. وبالنسبة للاتحاد المنستيري الرياكسيون ومو حتى كي تخسر تعمل رياكسيون، يعني تكون عندك ردة فعل، تكون عندك شخصية فوق الميدان. فما نقاط مضيئة في الاتحاد المنستيري، كابو حسن المسعدي حارس المرمى لدولا تيرو مي شويه بكل كوتر الاطوال اللي في فورمه كبيره، الاطوال اللي في مناجعه كبيره، الاطوال اللي قاعد يمشي لقدام، الاطوال اللي هو عنده بريسك تشكيله هجوميه. دونك فما معادله صعيبه لازم يقاوها المدربين باش نشوفوا تو رياكسيون نتاع الاسعد الدريدي على الوقفه نتاع ملاعبيته وشهاب الليلي على باش ياكد النيفو اللي لعبوا به الاطوال في الشوط الاول. الاطوال نقاط مضيئه بطبيعه عمرو مرعي بزوز اهداف، مساج كبير للإطوال والإطار الفني الحناشي دفاع الإطوال فما تنظيم مشيت الأمور بكادو 3-1 في الكولوار، يعني فراس بالعربي والحناشي وأون بوانت مرعي وراه ياسين شيخاوي. لكن هذا يعني في وسط الماتش يمشي، هذا نشوفوا عمرو مرعي على اليمين، نشوفوا الشيخاوي يرمي روح القدام، نشوفوا فراس بالعربي يبدل بلاصته. دونك فما حريه للملاعبيه نتاع ثلاثه القدام اللي سميتهم حناشي مرعي وفراس بالعربي مع الكاليتي تكنيك الكبيره نتاع ياسين شيخاوي اللي باس واحده نجم يجيبك فرصه تاع هدف يعطيك يعني اسيست به. وبصراحه يعني في الاتحاد المنستيري النقطه السلبيه الكبيره هي لي دو سونترو اللي يلعبوا يعني اللي يلعبوا في محور الدفاع ما فماش يعني اوتوماتيزم، ما فماش تركيز، هما اللي خلاوه بصراحه ما عاونوش صحابهم. خاطر نجم الاتحاد المنستيري عمره ما كان فريق يلعب لتاك بلاسي ولا يبني اللعب، فريق نتاع كونتر يحب شويه وقت، معناها يقول لك خليني انا 25 مينوت 0-0 مع الاتوار وبعد تجيني فرصه تجيني كوره النجم يسجل بها هدف، لكن يلقى روحه في 20 مينوت 3-0. دونك صعيبه برشا الامور بتبيعها بعد شوقة كاليتي تاع دريسا كويتي وكابو وحسن المسعدي ينجموا بتبيعها يقلقوا الاطوال ينجموا يسجلوا هدف، لكن ماهوش مش هيخاو يعني فريق يتفرج من هو النجم الساحلي. مع تغيير اول في تشكيله النجم الساحلي دخول حارس المرمى اشرف جرير مكان مكرم البديري اللي اكيد مصاب ما نجمش يكمل هذه المباراة، دخول أشرف كرير مكان مكرم البديري. ونذكر بالتشكيلة الزوز في رقم قبل انطلاق هذا الشوط الثاني بالنسبة للاتحاد: بشير بن سعيد، زيد المشموم، فهمي بن رمضان، حسين مدين الزيري، وليد الهيشري، باتريك قبالا، أمير الصباحي، حسين المسعدي، رفيق كابو، الملعب بن حسين كان خرج وقضي مكانه أيمن العياري وإدريسا كواتي. بالنسبة للنجم الساحلي أشرف كرير ولا هو توا كحارس مرمى، وجهي كشريده، غازي عبد الرزاق، سدام بن عزيز، عمار جمل، محمد أمي بن عمر، كريم العوادي، ماهر الحناشي، فراس بالعربي وياسين الشيخاوي بتبيع في تشكيلة النجم الساحلي في هذا الشوط الثاني انطلاق الشوط الثاني. 3-1 تقدم الاتوال امام الاتحاد الرياضي المنستيري في شوط ثاني. ان شاء الله نشوفوه كما الشوط الاول بتبيع، ونتبعوا معكم التوقيت في هذه الشوط الثاني مع غياب السبوره الالكترونيه هنا في اولمبي سوسا. وبتبيع الحديث مره اخرى عن البنيه التحتيه في هذه في ملاعب كرة القدم التونسية. غياب التوقيت، غياب السبورة اللي مع أحيانا غياب اللافتات الإلكترونية في ملاعب كرة القدم التونسية. تعود الكرة لصالح النجم، يقطع الكرة فهمي بن رمضان أو حسام الدين الزديري إلى فهمي بن رمضان من الجهة اليسار، يبحث عن الرفيق كابو،
رفيق كابو معاها الدفاع تاع ياخذ الكره باهي. رفيق كابو سحب هدف تذليل الفريق، هذه الكره ممتازه جدا، ممتاز جدا رفيق كابو، عمل كل شيء وحده في خط دفاع النجم الساحلي. والغياب النجاعة في الأمتار الأخيرة مع تدخل دفاع الليتوال في الكرة الأخيرة، إمكانيات محترمة قلت رفيق كابو حسين المسعدي وكذلك إدريس أكواتي، والكرة كانت دفاع النجم هو اللي منع رفيق كابو من تذليل الفارق. فراس بالعربي، فراس بالعربي يحتفظ بالكرة بالعربي ويتدخل معه وليد الهيشري، فما المخالفة ويتدخل وليد الهيشري وفما المخالفة. دقيقتين لعب في الشوط الثاني والتقدم ديما نذكر 3-1 لصالح النجم الساحلي أمام الاتحاد الرياضي المنسيري. تغيير في تشكيلة الإتوال، تغيير في تشكيلة الاتحاد في انتظار تغييرات شهاب الليلي وكذلك تغييرات المدرب الأسعد الدريدي في أول مباراة ليه مع الاتحاد الرياضي المنسيري. غازي عبد الرزاق، بن عمر إلى بن عزيزة، بن عزيزة والشمال هما قلب دفاع محور دفاع النجم الساحلي. ياخذ الكره حناشي، حناشي يقطع الكره دفاع الاتحاد قصيره، يرجع يحاول ياخذها من جديد عياري، اي من العياري الى المسعدي، مسعدي قبلاء، قبلاء ثقيل جدا متباطئ قبلاء، وياخذ الكره مرعي ويحاول يربح المخالفه، ما فماش مخالفه، يلعب بسرعه والكرات ضايعه بالجمله في هذه الدقائق سواء من بالنسبه للاتحاد او بالنسبه للنجم الساحلي. غازي عبد الرزاق الى ياسين الشيخاوي، ياسين الشيخاوي، الشيخاوي بالعربي، في راس بالعربي يلعب واحد اثنين، شيخاوي خطير الهجوم، الشيخاوي التمرير هو الدفاع يدخل من امير الصباحي ويحط الكره في الركنيه. عندما يضغط النجم الدفاع يرتبك بالنسبه للاتحاد المنسيري، واضحه الصوره. الشيخاوي خذ وقته بحث عن ماهر الحناشي، التوزيع والتدخل من حسام الدين الزديري الى رفيق كابو، معاه ثلاثة مدافعين، سريع جدا رفيق كابو، ينطلق كابو، كابو ويرجع، يرجع للكشريدة في المساندة الدفاعية. رفيق كابو يحب المساحات، ملاعبي سريع جدا، رقم 7 في الاتحاد. قبالة ما يخش الكرة، شوف قبالة تقريبا كل الكرات ضايعة. شيخاوي عملية فنية إلى بالعربي، واحدة اثنين توصل الكرة من جديد، شيخاوي استعراض من ياسين الشيخاوي، شيخاوي وقصير، قصير الكرة ياخذها الدفاع الاتحاد. حسين المسعدي إلى الصباحي، الصباحي كواتي قبله عمر الجمل، ويرجع غازي عبد الرزاق وفما مخالفة، وفما مخالفة لصالح النجم النادي الساحلي. فنيا ممتاز جدا الشيخاوي السنوات الماضيه، السنوات الجميله هو امامكم على الصوره. والمخالفه مره اخرى، المخالفه لصالح النجم الساحلي، اعتقد قبلة باتريك قبلة هو اللي تدخل مع ياسين الشيخاوي في العمليه الاخيره. بالفعل باتريك قبلة يعني حتى بدنيا ممكن ما هو جاهز يرتكب الهفوات، رقم 26 في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري، كان غضب عليه حتى المدرب الأسعد الدريدي في العملية الأخيرة. كيما كنت تحكي بدنيا وقت اللي ملاعبي ما يخلطش يجري المنافس يرتكب الأخطاء. أكيد ياخذ رودار باش يعمل أخطاء مع الفورمة مع ملاعبية الإتوال، دوك مش يقعوا برشا خاصة. وهذه كورة والهدف الرابع، والهدف الرابع ماهر الحناش مباشرة في شباك الحارس بشير بن سعيد، كانت مخادعة كرة ماهر الحناشي، لا يسعد للمدافعين ولا المهاجمين، والكرة مباشرة في شباك الحارس بشير بن سعيد، وهدف رابع مبغة الهدف بالنسبة للنجم الساحلي. كرة ماهر الحناشي يستحق على الخمسين دقيقة اللي قدمها هدف بالنسبة لماهر الحناشي، هاي الإعادة كانت مبغتة سعد ثم يعني سوء تفاهم في الحقيقة بين المدافع وحارس المرمى. في العادة الحارس لا يعول ممكن على المدافعين في العملية الأخيرة، والكرة تغلط بشير بن سعيد والنتيجة ترتفع ل4-1. وشهاب الليلي أكيد ثقة بعد ويتنفس السعداء بعد الكلام الكبير أنه قد تكون آخر مباراة ليه على رأس الإطار الفني للنجم الساحلي. 4-1
النتيجة ولات ثقيلة على الاتحاد، و يعني فمش سيناريو خير من هكا بالنسبة للنجم الساحلي. أكيد ثقيلة وبطبيعة معناها الناس كل تتحمل، بصراحة يعني مردود مدافعين أنيس يعني محير برشا، حتى حارس المرمى لما يتألق شفناه في الشوط الأول تألق، يعني كي يبدأ ما عادش عنده ثقة في اللي شوا في ديسيزيون تاع أصحابه شنو مش يعملوا، ويمشي يطيح ويمشي يضرب الكورة، دونك يولي حتى هو بيدو العطاء نتاعو متذبذب. دونك ماتش يعني أوبليه بالنسبة للاتحاد الهادي المونستيري، نجاعة كبيرة للنجم الساحلي وبرشا تصليح في اللاكس نتاع ليتوال في محور الدفاع نتاع الاتحاد الهادي المونستيري، برشا تصليح خاطر هكا يعني مشاقة مشاكل مع الفرق الكل أكيد، لأنه حتى أنت إذا كان ما تسجلش ولا إذا كان ما تمركيش هدف ما تقبلش هدف، يعني أربعة ومازلنا يعني في أقل من 10 دقائق يعني في الشوط الثاني مازال برشا لعب، معناتها تكون نتيجة تاريخية. هنا يلزم أكثر تركيز من الاتحاد الهادي المونستيري ويعمل رياكسيون أو موا باش يبنيو به ولا بال 30 المينوت اللي مازالوا يحاولوا يعملوا حاجه ايجابيه يبنيو بها على الجولات الجايين. بطبيعه 4-1 اذا تتغير النتيجه لصالح النجم الساحلي امام الاتحاد الهادي المونستيري. 3 اهداف سجلهم النجم في الشوط الاول، هدف الى حد الان في هذا الشوط الثاني، والاتحاد يكتفي بهدف رفيق كابو في الحقيقه. شوف الاخطاء الدفاعيه، كره كانت من حسام الدين الزديري والكره في التماس لصالح النجم الساحلي. عواضي حناشي 1-2 توصل بالعربي يرسب العربي سيبحث عن التسديد، ليه يلعب مع غازي عبد الرزاق الى بالعربي، ممتاز جدا في رسب العربي في هذه المباراة ويربح المخالفة في رسب العربي، لاعب السابق للمستقبل هذه بالمرسى هو النادي هذا البنزرتي، لعب مع منتخب الصغر المشاركة مونديالية أكيد تتالي المباريات والضغوطات ممكن تزيد من لعبية خبرة كبيرة في مثل هذه المنافسات. كرة بين الشيل حناشي وكذلك وهذه كرة غازي عبد الرزاق التسديد وما فما حد في الكرة الأخيرة، كانت تستنى ممكن في لمسة الكرة لإضافة هدف خامس، لكن تتعدى على المدافعين والمهاجمين، تبقى النتيجة 4-1 تقدم النجم الساحلي اللي قلت تاريخين ربح 5 بلاش الاتحاد في موسم 2003، والنتيجة 4 يعني تكررت عديد المناسبات في عديد المرات. والاتحاد نفسه اللي فاز في اخر مباراة كان فاز 4-1 الاتحاد المونستيري سنة 2012 فاز على النجم في 4-1 يعني بنفس هذه النتيجة. كرة ترجع عواد الى عمار الجمل غازي عبد الرزاق الى عواضي يلعب يرجع الى الدفاع يبدل على الجهه اليمين الى ماهر الحناشي تقطع الكره كشريده ياخذ من جديد ياسين الشيخاوي الى كريم العواضي بكل ثقه. النجم اصبح يلعب في هذه الدقائق طبيعي جدا، متقدم في النتيجه 4-1، صعبه العوده بالنسبه للاتحاد الهادي المونستيري في هذه المباراه وخاصه بهذا المردود. ياسين الشيخاوي يطلب الكره كشريده يتدخل قبله للدفاع في مره اولى الصباحي ما يخش الكره ياخذها ماهر الحناشي الى مرعي الى كشريده من الجهه اليمين مرعي من جديد بن عمر الى عمار الجمل كله في الدفاع الاتحاد التسديد وبعيد حتى عمار الجمل يعني وقت اللي الكره تمشي يعني يحاول حتى هو ياخذ نصيبه من تسجيل الهدف. اكيد هذا يعني ظهر انديس ظهر اللي الراحه الكبيره الثقه الكبيره ولا يلعب به النجم تسديد الاخرانيه نتاع عمار الجمل لان بصراحه نستناو في رياكسيون اللي هي ذولي مش جي من عند عادل هذا المونستيري لان يعني لاعبين تمسوا يعني بالهدف الرابع ممكن الهدف الاولاني كره اخرى بن عمر ولمسه يد فما لمسه يد الحكم يقول يدين اللاعب قريبه
لبدنه يعني فماش ضربة جزاء، كانت مطالبة بضربة جزاء من محمد أمين بن عمر، ياخذ كرة من جديد وترجع لكريم العواض، عواضي إلى ماهر الحناشي أو كشريدة، كشريدة يطلب الكرة، غازي عبد الرزاق من الجهة اليسار يرجع إلى سدام بن عزيزة، إلى عمر جمل يلعب في مناطق الاتحاد، حتى الضغط يعني منطقة الضغط متأخر جدا بالنسبة للاتحاد المنسير. ياسين الشيخاوي، الشيخاوي غازي عبد الرزاق ماهوش متسلل، غازي عبد الرزاق شيخاوي، شيخاوي يحاول يتعدى وحده، لا يقطع الكرة، قبالة قبالة إلى رفيق كاب، رفيق كابو يبحث عن حسين المسعدي، ياخذ الكرة مسعدي، مسعدي طلب الكرة من كواتي، متسلل متسلل إدريس كواتي، والكرة باش ترجع لصالح النجم الساحلي. يعني شفت يعني تسلل وريك اللي مش لاعبي مش مركز، خرجوا مطرح بلوت الكرة، هاي الإعادة للعملية، الكرة لمست صحيح، الحكم شفت، الحكم شفت الإشارة نتاعو في أنه اليدين اللاعب لاصقة لبدنه، يعني فماش ضربة جزاء يعني في العملية الأخيرة، وتغيير منتظر ثاني في تشكيلة الاتحاد، والمدرب الأسعد الدريدي فادي العرفاوي باش ياخذ مكانه، بينما الاستعراض من ياسين الشيخاوي استعراض كبير في هذه المباراة، يستحق ممكن جمهور النجم على الصبر اللي صبروا في الانسحاب من رابطة الأبطال الإفريقية، أنه لاعب في قيمة ياسين الشيخاوي يعني يعمل برشا عمليات فنية في الدقائق الأخيرة. أكيد يعني ثقة كبيرة، اسم كبير، فرحة كبيرة عند جمهور النجم الساحلي في وجود ياسين الشيخاوي في التشكيلة الأساسية، معناها سي حاجة تتعدى الكرة أنيس، حاجة تتعدى الكرة أنيس، يعني أكثر من كرة، محبة كبيرة، الاسم عنده قيمة كبيرة برشا، يعني ياسين الشيخاوي ما فماش منه اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة في تونس، تحس حتى من الجماهير من الفرحة باللاعب بتاعهم بالنجم بتاعهم، بالرغم خرج عنده برشا من الإتوال، عنده يعني فترة كبيرة برشا في النجم الساحلي، لكن يقعد المحبوب نمبر 1 عند جمهور الإتوال بطبيعة، في فرصة كما ذي في استاد سوسة في ماتش بلغة الكورة بين قوسين ماتش سهل كما هذا، دونك يعمل اللي يحب ياسين شيخاوي، هو عمل اللي يحب ضد منتخبات كبيرة وضد فرق كبيرة في أوروبا، معناها خلي أنت أنه ما يعملش اللي يحب في البطولة التونسية، دونك ماتش اليوم نتصوره أحسن دخلة لياسين شيخاوي للإتوال، أحسن رجعة ممكن، وهذه بعض بطبيعة فنيات ياسين الشيخاوي تتحسب للشاب الليلي أنه خير أنه يعطيه 90 دقيقة اليوم، ولا خير أنه يبدأ به الماتش، من حسن حظ ياسين الشيخاوي أنه جاء ماتش سهل ومشيت الكرة وجات الأهداف وعمل اللقطات الفنية اللي معروف بها اللي شيخ بها برشا جمهور الإتوال، اللي جمهور الإتوال يحس أنه ولا عنده ليدور ولا عنده ملاعب ينجم أتومو مو يدز صحابه، أتومو مو ينجم يسجل الأهداف ولا يجيب الأهداف، دونك سي نورمال رياكسيون، كلمة مهمة برشا قلتها أنت، بعد صبر جمهور النجم، بعد الخسارة، بعد المرارة متاع الخروج من الشامبيونز ليج قدام الترجي الرياضي، اليوم ياسين الشيخاوي يعطي مساج بي اللي الأمور لاباس في الإتوال. والمخالفة لصالح النجم في انتظار دخول فادي العرفاوي رقم 20 في تشكيلة الاتحاد في القادمة اللحظات، مقابل عودة زياد المشموم اللاعب اللي مصاب رقم 5، إن شاء الله لاباس بالنسبة للاعب اللي أصيب بالنسبة للنجم الساحلي، كيف كيف تغيير زكري، عمر زكري باش يأخذ مكانه زاد في تشكيلة المدرب شيب الليلي، تغييرات تتعدد في هذه اللحظات بين الشاب الليلي وكذلك الأسعد الدريدي، يمشي في راس بالعربي، نفذ الكرة مباغتة خطيرة، مازال الشيخاوي التوزيع والموجود موجود وليد الهيشري كان يباغت بالنسبة لي في راس بالعربي بالساق اليسرى. أكيد مهمة برشا ليس أن يكونوا عندك دو تيرور يعني باهين، واحد بالساق اليمين واحد بالساق اليسار، يعطيك أكثر حلول أكثر شانس انك باش تسجل اهداف ولا باش تجيب الاخطر. اعتقد غازي عبد الرزاق هو اللاعب اللي يصيب في العمليه الاخيره، يدخل ساعه تغيير 20 فادي العرفاوي، يخرج 13 امير الصباحي في تشكيله الاتحاد الرياضي المنسين، ان شاء الله لاباس بالنسبه لغازي عبد الرزاق اللي باش ياخذ مكانه عمر زكري اللاعب السابق للنادي الرياضي اللي حمل انف، يلعب منذ الموسم الفارط مع النجم الساحلي، ما خذاش ممكن فرصه كامله
قد يعني يلعب في هذه الدقائق ويزم يثبت مكانه مع المدرب شيه بليلي. هذا ماهر الحناش يا توزيع لمرعي وما فما حد، فما الحارس بشير بن سعيد يلعب بسرعة إلى قبالة، قبالة رفيق حسين المسعدي، مسعدي يبحث عن كابو باهي متحرر من الجهة اليسار، رفيق كابو تبع فيه صدام بن عزيزة، كابو إلى المسعدي باهي العملية، مسعدي ويربح مخالفة، بالفعل يربح مخالفة بكل ذكاء حسين المسعدي باعتبار التفوق العددي لدفاع النجم الذي الساحلي، والجماهير تحتفي بدخول عمر زكري رقم 28 في تشكيلة النجم الساحلي. على المستوى وسط الميدان نجم عنده يعني ملاعبية كبار، نقاو الشيخاوي، حناشي، بالعربي، زكري، المساكني، كيف كيف خروج غازي عبد الرزاق، بالفعل مصاب غازي عبد الرزاق، والهدف الرابع قلت كان سجله لعب ماهر الحناشي، كرة اللي صالح الاتحاد بالراس وترجع لي وليد الهيش، وليد الهيش يتبع فيه كشريدة، وليد الهيش يحب يبحث عن الركنية مع زوز لاعبين، يقطع الكرة عمرو مرعي إلى كشريدة أو ماهر الحناشي، حناشي توصل الكرة زكري ياخذ الكرة فهمي بالرمضان، بالرمضان سرعة كبيرة مع مرعي ويربح المخالفة، ويربح المخالفة في 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 4-1 تقدم النجم الساحلي أمام الاتحاد الهلالي المنستيري في هذه الجولة الرابعة من البطولة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية. تتنفذ المخالفة، يسعد بالراس، وهدف تذليل الفارق، وهدف تذليل الفارق للاتحاد المنستيري، هدف تذليل الفارق، اعتقد زياد المشموم او 20 لاعب اللي دخل منذ دقائق، فادي العرفاوي يسجل الهدف الثاني، 4-2 تتغير النتيجه من جديد، 4-2 لصالح النجم امام الاتحاد الهلالي المنستيري. هاي اللي عاد وحده كان رغم تصدي في مره اولى من اشرف كرير، وفادي العرفاوي يسجل هدف تذليل الفارق، 4-2 النجم، حتى النجم دفاعيا عنده برشا مشاكل طارق في هذه المباراة خاصة في الكرات الثابتة، وال 4-2 لصالح النجم امام الاتحاد. اكيد النجم الساحلي من المشاكل اللي عنده في الفترة الأخرانية انه ديما يقبل اهداف، خرج من الشامبيونز ليج يعني قبل في رادس مع الترجي وفي سوسة، كيف كيف في الماتشات نتاع الشامبيونا فما مشاكل نتاع دفاع، انا نشوفها مشاكل فرديه يعني، نشوف توا اشرف كيري كيفاش تصدى، ما فماش يعني متابعه من المدافعين تاع النجم الساحلي، قعدوا يستناو يعني تصدي الكره بالراس وخلط عليها المهاجم وسجلها بريحيه، ما فماش هنا نرجعوا للرندمون انديفيديوال تاع الملاعبيه معناها تاع عمار جمال، صديم بن عزيزه، غازي عبد الرزاق، وقال لك شريده، كل هدف بريسكي يتحملوا ملاعبي، ولهنا ندخلوا في لو نيفو انيس، كي مش نحكيوا على لو نيفو، انت تلعب في جمعيه كبيره لازم يكون عندك امكانيات فرديه كبيره تاهلك باش تكون باش تعاون اصحابك، سورتو تلعب في بطوله عربيه وفي الشامبيونز ليج وفي ثلاثه واربع وجهات، هنا تظهر القيمه نتاع الملاعبيه، ما نشكوش في الملاعبيه نتاع الاتوال، مي مش بالمستوى هذا انه ينجموا يمشيوا بالاتوال القدام، انك تسجل اربع اهداف يلزمك ما تقبلش، لازمك تكون يعني سيريوس، ونشوفوا التغيير التكتيكي اللي صار هنا، ماهر الحناشي هو اصبح ظهير ايسر يعني مكان عبد الرزاق، وعمر زكري خذا بلاصته في الكولوار، وشفنا فما تراجع نتاع من النجم الساحلي في الشوط الثاني، بطبيعه اذا كان فما تراجع باش يصير على بلاريتي على حاجه، مش اتحاد المنستيري مرميش المنديل، عنده قلنا عنده امكانيات هجوميه، اكيب تاع كونتر، دونك مش مستنيك ولا مش تقعد واحد، اكيد مش تهدك ومش تسجل لك اهداف. جروسو مودو على البدايه نتاع الشوط الثاني هذا انه النجم الساحلي ممكن فما تراجع بدني على المستوى البدني، خاصة ياسين شيخاوي وعمرو مرعي ما شفناش في الشوط الثاني، أكيد ممكن يعني يصير شونجمون ولا زوز في مستوى الهجوم باش نشوفوا مردود مخير.
ولو انه ما زال تغيير وحيد في تشكيله النجم بعد دخول اشرف كرير وذكري خروج غازي عبد الرزاق وكذلك اللاعب النجم الرياضي الساحلي اللي الحارس المرمى هو بالطبيعه مكرم البديري والمخالفه لصالح الاتحاد افضل في هذه الدقائق. الاتحاد اللي كل ما كان افضل من النجم كل ما مشى للهجوم كل ما عمل اختار وسجل اهداف في هذه المباراه. واكيد كانت توصيات المدرب لسعد الادريدي في فتره ما بين الشوطين انه صحيح دفاعيا تعب ممكن وهذه كره فمتسلل متسلل الكويتي بطريقه غريبه المهاجم هذا في يقع في التسلل يعني ممكن ما يقراش مليح الدفاع المنافس. هو ادريس الكويتي نعرفوهم لاعب عندهم امكانيات كبيره لكن اليوم صراحه حتى على المستوى البدني عنده الزيد كابو وحسن المسعدي هما اللي عملوا الاختار هما اللي قلقوا الديفونس نتاع ليتوال. ما عنده زيد ظاهر فما عنده سيربوا مش بالطريقه هذه باش يعاون اكيد منصور ما عنده حتى شوار مدرب اسعد الدريدي الافكتيف اللي ميتي على الاخر في الاتحاد الرياضي المونستيري ميدي لساكويتي في خدمه جويات باش يكون عنده معناها ماشي خاطر ملاعبين يعرفوه سريع وعنده امكانيات كبيره وتتر تحذيرات مؤخر ولا حاجه هي خليته هكا يعني في المردود هذا لانه بريسك يعني ما عطاش اضافه يعني بالكل في هجوم الاتحاد الرياضي المونستيري اللي رغم هذا سجل زوج اهداف لحد الان معناها بلوغ الارقام اون تام خايب مي فما زوج اهداف دونك فما حاجه في الاتحاد الرياضي المونستيري. 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني ولا تقدم ديما 4-2 مهرجان هجومي كبير في هذه المباراة تقدم 4-2 للنجم الساحلي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري ثنائية مرعي بونتو فيراس بالعربي بونتو ماهر الحناشي بالنسبة للنجم بونتويت بطبيعة بالنسبة للرفيق كابو وكذلك اللاعب فادي العرفاوي بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري الشوط الأولاني وفي 3-1 الشوط الثاني يعني كل فريق هذه كرة فرصة الثالث وتضيع غريبة جدا هذه الكرة الارتباك الدفاعي كان فرصة كبيرة لإضافة هدف ثالث بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري كانت سوء تقدير من عمر الجمل والزياد المشموم هو اللي ضيع هذه الكرة على خط هجوم الاتحاد على طبق عمر الجمل مد الكرة لزياد المشموم اللي ضيع هذه الكرة. فهمت انا عمار جمال على شكون قاعد يلوم يعني هو اللي حط الكرة في طبق المهاجم بتاع الاتحاد المونستيري كي يكون الهدف الثالث يعني الكرة في البلاصة هذيك ما تمشيش يعني على ما ترجعش بالطريقة هذيك يعني عبارة تمريرة حاسمة للمهاجم بتاع الاتحاد المونستيري ونشوفوه في اللقطة معناها يلوم ولا ما فهمتش شكون يلوم انا غلطة بتاع عمار جمال كانت تكون غالية للتوال. كانت ممكن لو تسجل الثالث كانت نجم تكون مباراة أخرى في هذه المباراة وفي هذا الشوط الثاني من لقاء النجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري. تعود الكرة لماهر الحناشي اللي هو يلعب كظهير أيسر زكري يمشي بمفرده عمر زكري يبحث عن التوزيع يوزع في القائمة الثانية إلى فراس بالعربي تبع فيه في اللاعب فهمي برمضان والكرة ترجع لصالح دفاع الاتحاد كما جهه كابو مع كريم العواضي ياخذ كرة عواضي الى كشريده التوزيع تصدم بالدفاع في مره اولى وفي مره ثانيه ومتميز فهمي برمضان قاعد يعمل في عمل كبير على المستوى الدفاعي حامل القميص رقم 12 في تشكيله المدرب لسعد الدريدي والمخالفه لصالح النجم الساحلي هجوميا ديما الاتحاد وكانه يعني ديما عنده ثلاثه رؤوس يهاجم بهم حتى على المستوى التاريخي يعني اليوم نشوفه ولو انه اليوم ممكن كان غادر المنع بن حسين اليوم بدا رفيق كابو وكذلك حسين المسعدي كما حكينا تاريخيا حتى في الموسم التاريخي اللي عمله الاتحاد في الرابطه الاولى كان موجود ماهر الحناشي اللي يلعب مازال اليوم مع النجم الساحلي كيف هشام السيفي وكذلك المتميز عبد المجيد بن بلقاسم واللي نوجه له تحيه بطبيعه اللي طبعا مردود كان محترم جدا للاتحاد اللي تعب برشا المدافعين وهذه ممكن الفكره اللي ما زالت عند الاتحاد انه في ثلاثه يعني كل واحد يهاجم من شيره الفكر الهجومي تاكيد لكلامك طارق انه الاتحاد فريق يهاجم يعني
ما تنتظرش منه انك وقت اللي تبدا رابح اثنين ولا ثلاثه انه باش يسلم في مباراه كره قدم. اكيد وقاعدين يعملوا في فور كبير كابو وحسن المسعدي ما بالطريقه دي ما نجموش يعاونوا الاتحاد المستير، ما نجمش ملاعب يانيس يعمل 50 60 متر بالكره مش يقل فريشور بعد انه مش يحط الكره وشكون مركز مش يسجل هدف. دونك طريقه اللعب الجماعيه نتاع الاتحاد المستير لازم تبدل باش يعاونوا ويخليهم يعملوا اقل ايفور على الاقل 30 20 متر ينجم يكون مخطر وينجم يكون باش يسجل هدف ولا باش يجيب ضربه جزاء ولا باش يكون مخطر حسن المسعدي وآلا كابو. شفناه من بكري يعني تلمو ما فماش حلول فرديه 100% يعمل في الكره ب 40 و 50 متر ما نجمش يكون مخطر، وحتى كان يعملهم ويفوت يعني الديفونس نتاع الاتوال ما نجمش يكون عنده مركز ولا عنده الفريشور فيزيك باش يكون مخطر في اللمسه الاخرانيه انه باش يسجل هدف ولا باش يعاون اصحابه. وهذه كنا نشوفه في الصور الاهداف ومشكورين كل الزملاء اللي سهروا على هذا النقل المباشر وانتظار دخول تاريخي زاد واحد اخر لشكون لاحمد العكيشي باش ياخذ مكانه بعد لحظات في تشكيله النجم الساحلي الملاعب اللي لعب في النجم ثم خرج ثم رجع ثم عاود مشى ثم عاود رجع مره اخرى، وهذا تاكيد على قيمه هذا المهاجم في النجم الساحلي وفي قلوب جماهير الاتوال اللي ملاعب كما هذا بويسون ملاعب يعني يعطيك حلول هجوميه كبيره يتعب المدافعين في كره القدم كره ترش تقريبا باش يلعب نص ساعه واكثر شويه او ربع ساعه 20 دقيقه في الجمله بالنسبه لاحمد العكيشي للدخول بشويه بشويه في الخطط الفنيه والخطه الفنيه للمدرب شهاب الليلي. عمر الجمل ممكن قد ياخذ مكان ياسين الشيخاوي بالنسبه لاحمد العكيشي. ذكري الى جمل عمر الجمل الى ياسين الشيخاوي يبحث عن الحلول يلعب قصيره مع عواد او بن عمر الى كشريده بعيد على كشريده والكره في التماس وياخذ مكان في راس بالعربي باش يكمل المباراه ياسين الشيخاوي 90 دقيقة كاملة ويغادر في راس بالعربي ويأخذ مكانه أحمد العكيشي وعودة من جديد للنجم الساحلي اللي عمل معاه أمجاد كبيرة وأهداف كثيرة بالنسبة لهذا المهاجم لعب في نادي البنزرتي نادي الإفريقي وترجي واحتراف في أوروبا وكذلك في البطولة الخليجية. كرة ترجع كشريدة بعيدة على الذكري اللي هو اللي باش يمشي من الجهة اليمين واللي يتيح العكيشي من الجهه اليسرى والتغييرات تقريبا 5-6 مرات بدل شهاب الليلي. هذا الكل طبيعي اذا كان عندك كيف برشا كيما اللي عنده في النجم الساحلي اسهل بالنسبه للمدرب. احمد العكيشي هذه ثالث مره يعني يرجع للنجم هذا الساحلي، نعرفوه بدا في النادي الافريقي تكون في شبان النادي الافريقي عمل الاتوال المانيا الترجي الاتوال السعوديه وتوا وهذه كرة أوه على القايم ما زالت لها فرصة ما فماش تسلل كرة ياسين الشيخاوي كان يعتقد دفاع الاتحاد أنه متسلل ياسين الشيخاوي وتسديد وتصدم بالقايم كان يبحث عن تسجيل اسمه كيف بالنسبة لياسين الشيخاوي حتى على المستوى النفسي أنه ملاعبي يسجل هدف يزيد يدخل أكثر في البطولة عكس هجوم لصالح الاتحاد. مسعدي به التمرير فرصة تبديل الفارق خطيرة للكرة كواتي والهدف الثالث لصالح الاتحاد المنستيري. الهدف الثالث في 75 دقيقة لعب ومباراة أخرى في هذه الدقائق 4-3 يعني سكور ما يجيش كل يوم في البطولة محظوظين نحن طارق فينا نحضر على مباراة فيها 7 أهداف إلى حد الآن ومتميز جدا رفيق كابو حتى الكرة على طبق لإدريسا كواتي ما تفلسفش برشا كواتي بلمسة واحدة حتى الكرة في شباك أشرف كريل أو بلمستين روض ثم حتى الكرة في شباك. النجم قد يندم على إضاعة بعض الفرص في هذه المباراة والاتحاد قد يندم كذلك على البداية السيئة جدا في 10 دقائق قبل 2 أهداف في هذه المباراة وأكيد كما قلنا توصيات كانت ممكن واضحة بين الشوطين مع أعتقد ورقة حمراء لباتريك قبالة إنذار ثاني وورقة حمراء والغضب المدرب أكيد يعني فريقه يرجع في المباراة ما
مجهوجات زملائه يضيعهم في كرة كانت في وسط الميدان. اكيد تو بالنقاط انيس الشوط الثاني هو اتحاد هذا المستيري منتصر على الاتوار. دونك كنا نحسبوا بلغه النقاط بلغه فن نبيل دوزيام تون الاتحاد المستيري تفوق على على وهنا مش نكون قاسي شويه انيس على على اكثر على دو سنترو. كنت اللوم الشوط الاول في لي دو سنترو ولا ثلاث سنترو نتاع الاتحاد المستيري. الشوط الثاني بصراحه عمر جمل وصدام بن عزيزة يعني قل التركيز كبيرة برشا مش مسموح بها بطبيعة. مش معناها انك سجلت الثالث والرابع انك تكون يعني فما فاسيليتي يعني غير عادية يعني يعمل فيها يعني كابو ومسعدي بطبيعة ما نحولوش الميريت نتاعو. مي اغلاط كبيرة برشا قام بها عمر جمال وصدام بن عزيزة خلاو يعني سكور يكون هكا. وحاجة اخرى الايجابية لسعد الدريدي اللي ظهر المساج يعني في الميتون لملاعبيته انه ما يسيبوش ما يرميش المنديل ويلعبوا لرواحهم ويلعبوا وما ياخذوش السكور. واربع ثلاثه بصراحه يعني هكا هذا قولوا هي كلمه انا ما نحبذهاش برشا لكن هزيمه اذا كان مش توفى اربع ثلاثه هزيمه مشرفه ورياكسيون معناها هذه هكا النجم نقولوا لسعد الدريدي نجم يبني بالشوط الثاني نتاع النجم الساحلي على باقي اللي قريته باقي الماتشات البطوله. 4-3 الى حد الان في هذه المباراه، 7 بونتو بين النجم الساحلي والاتحاد النادي المنسيري. هل تكون هناك اهداف اخرى؟ لننتظر تقريبا ربع ساعه اللي ما زالت في هذه المباراه. ونذكركم بالشريط الاهداف ولا شريط بتاع بونتوات في هذه المباراه. مرعي المركز الاول ثم المركز الثاني للاتحاد ثم فراس بالعربي 3-0 ثم يذل الاتحاد الفارق عن طريق رفيق كابو 3-1 ميتون الاولاني ميتون الثاني 4-1 ينطلق النجم بهدف ماهر الحناشي ثم يذل الفارق بالنسبه للاتحاد هذا المنستيري بهدفي فادي العلفاوي وكذلك هدف بالنسبه لادريساك واتي 4-3 مع ورقه حمراء منذ دقائق بالنسبه لباتريك كبالا اللي حكينا عليه بدنيا غير جاهز يرتكب العفو الاولى ثم يرتكب العفو الثانيه. 4-3 لصالح النجم امام الاتحاد الرياضي المنستيري في هذه المباراه المشوقه والممتعه على الوطنيه الثانيه في امسيه كرويه في ملعب اولمبي سوسا الاولمبي بين النجم والاتحاد الرياضي المنستيري. كره ترجع بن عمر يلعب بنقص عدد الاتحاد في هذه الدقائق. التوزيع من ماهر الحناشي بعيده يخلط حسام الدين الزديري أو زياد المشموم يخلي الكرة للتماس. التماس لصالح الاتحاد حاول يلعب بسرعة على وليد الهيشري. وليد الهيشري اللي تقدم لوسط الميدان في هذه الدقائق أكيد توصيات لأسعد الدريدي باعتبار أنه دفاع يعني فيه حسام الدين الزيري وين من العياري. وليد الهيشري ممكن في الكرات العالية والكرات الثابتة سي نورمال انيس يعني الاتحاد المصيري في اللحظات هذه طمع يعني في المقابله حتى رغم النقص العددي باش نشوفوا معنا في الربع ساعه المزيد هذا كله. والاتحاد المصيري يحب يعدل النتيجه 4-3 ما عادش بعيد سكور يعني هدف واحد شيء ممكن يخلي يعدل النتيجه. باش نربط مع على العكيشي اضافه بطبيعه كبيره لهجوم النجم الساحلي بطبيعه مش العكيشي اللي باش نراه اليوم اكيد. وهذه كرة عكاشي هدف الخامس والحارس ويمنع الهدف الخامس لبشير بن سعيد. كانت فرصة العكاشي اللي اضافت الهدف الخامس ونعرفوا انيس اللي عكاشي ما عملش بريباراسيون جام اخر دونك اكيد باش يكون اضافة كبيرة بتبيع مع امين الشرميتي عمرو مرعي اليوم فما ملاعبية كيف معناها اللي استناهم العباد تو ما عادش نقولوا لتوال الكلام اللي كان يتقال اسبوعين تالي انه ما فيش مهاجمين فما مهاجمين كيف كيما حازم حاجه احسن كان نلعب مع فراس بالعربي في يعني فريق بتاع الكادي وشرفنا في كاس العالم. حازم حاجه احسن عمل تجربه في فرنسا وتو موجود في فريق النخبه كيف نستناه باش يكون في الكيب بريمير مع مين شرميتي مع عمرو مرعي تو بصراحه يعني ولد فما حلول بطبيعه مع تصليح شويه الامور في الدفاع اللي بصراحه ما عندك متلوم انيس الهجوم بتاع النجم الساحلي مسجل 4 اهداف
يعني فما حاجات يعني اخطاء فرديه في الدفاع هما اللي تحاسب عليها بتبيعها، فما فرديه وجماعيه وفما خدمه يعني بتاع المدرب في وسط الاسبوع انه يصلحهم باش يكونوا مي الاضافه بتاع لاكيش مش تكون كبيره، ماهوش لاكيش اللي تشوفوه توا في ربع ساعه دي مازال بعيد عن ايفون تاعو، مي مش تكون اضافه كبيره للهجوم تاع نجم الساحلي، والارقام تقول لاكيش كل ما تعدى كل ما عمل الباساج في الاسبيرانس في الكلوب في الاتوال مرتين وهذه ثالث مره، انه ملاعب ديما حاسم وملاعب باش يكون مخطر برشا، مش تلقاه يا الاول يا الثاني يا الثالث في اخر العام في ترتيب الهدافين تاع البطوله. الكره ترجع احمد العكيشي، عكيشي ياخذ الكره بن عمر الى مرعي، مرعي ياخذ الكره من جديد عمر مرعي الى الحناشي، ماهر الحناشي التوزيع بالساق اليسرى شيخاوي والهدف الخامس، الهدف الخامس من ياسين الشيخاوي في 82 دقيقة لعب بكل قوة، طلع أعلى من المدافعين والمهاجمين وبالساق وبالرأس بعد كانت توزيع بالساق اليسرى من ماهر الحناشي وتسجيل الهدف الخامس كأحسن ما يكون. يكمل هذه المباراة ياسين الشيخاوي عمل كبير من المرعي بالتوزيع من ماهر الحناشي وبكل قوة ياسين الشيخاوي يسجل الهدف الخامس 5-3، إنعام 5-3 إلى حد الآن في هذه المباراة، 8 أهداف في لقاء النجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري في جولة رابعة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية. أكيد اللي تشاهد هذه المباراة واللي يحضر في ملعب سوسة مندمش أنه شاهد هذه المباراة اللي 5-3 تقدم النجم الساحلي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. كما قلت لك بقى الانيس هجوم الاتوال ما عندك ما تلوم عليه، هدف خامس يعني سون كومنتير يعني بدون تعليق الهجوم تاع النجم الساحلي، الاتوال لاباس الاتوال ما تخافش عليه على المستوى الهجومي، فما حاجات اخرين حاجات في الدفاع لازم تبدل، حاجات في المنظومه الدفاعيه لازم تبدل. احنا سهل برشا يعني نحاسبوا اشرف كرير ولا في الترجي معز بن شريفيه ولا رامي جديد ولا سيف الاحول ديما حارس المرمى ما يلزمش يتجبد وحده، فما منظومه دفاعيه كامله، فما مردود نتاع ملاعبيه وهذا مرعي، مرعي خطير الكره، مرعي التسديد ولا الدفاع، حث على التسجيل الثالث بالنسبه لمرعي وطمع اكثر ممكن في دفاع الاتحاد والكره العكيشي، فما مخالفه يرتكب المخالفه احمد العكيشي اللي شارك كانت من المساعد الثاني طارق الجلاسي في العمليه الاخيره، هو الدفاعين الحقيقه صحيح هجوميا زوز فرق مركه واحد مركه خمسه والاخر مركه ثلاثه، لكن دفاعين بصراحه زوز مدربين سواء اسعد الدريدي ولا بالنسبه لشاب الليلي يلزمهم برشا خدمه على المستوى الدفاعي. فضل كانيس جبت الاكزامبل نتاع حراس المرمى اشرف كرير شفناه يعني بريسك هو تحمل مسؤوليه الانسحاب من كاس رابطه الابطال، اذا كان نخسر اشرف كرير وبعد الامور ما تمشيش مع البديري كيفش نخسر زوج حراس مرمى اللي صار في الترجي الرياضي التونسي نجم يصير في النادي الافريقي، دونك نحاولوا من كي يبدا فما اخفاق ما يهزوش ملاعب واحد ولا حارس مرمى واحد، وهي منظومه دفاعيه مسؤوله عليها من 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 اول مهاجم للحارس المرمى، دونك انا حسب رايي انا فما مردود فردي معناها روندمون انديفيديوال نتاع الملاعبين نتاع الاتوال يلزموا يتحسن ولازم يخدموا ولازم يركزوا مع المدرب، اكيد تتحسن الامور كيف لسعد الدريدي اللي بصراحه يعني في الشوط الثاني متعادل 2-2 مع الاتوال يعني 5-3 كيف بلغه الواحد 2-2 مع الاتوال في الشوط الثاني، فما حاجات ايجابيه في الاتحاد الرياضي المنستيري نجم يبني عليها ونبعدوا من انه نحاسبوا الملاعبيه واحد بواحد ونحملوهم مسؤوليه ومسؤول مسؤوليه ديما نقول جماعيه هنا في الـ في الـ في الانتصارات وفي الفرحه كيف وهذه كوره فرصه السادس وتضيع والامتياز لبشير بن سعيد، غريب جدا دفاع الاتحاد غريب جدا بصراحه يعني ضعيف جدا دفاع الاتحاد هاي الاعاده والماهر الحناشي والامتياز كبير ياسر بصراحه لبشير بن سعيد مع دخول عزيز الشتيوي وخروج المسعدي، يخرج حسين المسعدي وياخذ مكانه عزيز الشتيوي لاعب السابق للترجي ياخذ مكانه في تقريبا 5 دقائق اخيره في هذه المباراه بين هو حتى المدرب الاسعد الدريدي يحكي معه، صحيح قدم مردود محترم جدا بالنسبه للمسعدي لكن لازم يخلي مكانه في الخمس دقائق الاخيره. شيخاوي هو الحارس موجود بشير بن سعيد اجمالا رغم قبوله 5 اهداف بشير بن سعيد يعني عدى طرحه
اعتبار انه على الاقل 3-4 بونتو ما فيهمش كلام منحهم بالنسبه لهذا الحارس السابق للمستقبل الذي بجيبس. حارس بالطبيعه اعطى مردود كبير، ما فما حتى كلام، فسخ 3-4 بونتو. من الحاجات الباهيه انيس اللي مش يبني عليها نصر الدريدي انه عنده حارس مرمى ممتاز، حارس مرمى عدى رغم الخساره بخمسه، يعني كي تسمع سكور وتتفرج الماتش يعني حاجه اخرى. عزيز الشتيوي باش نحكيو، عزيز الشتيوي متكون في الترجي التونسي من مليوف في ليكول، ملاعبي انترناسيونال توت كاتيجوري، يعني ملاعبي ممتاز جدا. كنا نستناوه طلع للاكابر في الترجي للتمارين، كنا نستناوه باش يكون في الترجي، ما لقاش احسن شوية عمله انه يمشي للجمعيه باش يلعب وباش يتحسن المردود نتاعو. عزيز الشتيوي ملاعبي باش يكون عنده شان كبير، وملاعبي من احسن الشبان انا نعرفه مليح من اللي في المدارس. دونك هنا مش نحلوا قوس انه الملاعبيه في الجمعيه الاربعه الكبار كي ما تلقاش روحك باش تلعب، احسن حاجه انك تخرج وتلعب، واهم حاجه هو التون جو وتحسن المستوى نتاعك وبعد توجيه اللعب. انا نشوفه يعني مش مشكل انك تكون موجود في جمعيه كبيره وما تلعبش، لا تمشي تلعب في الامان. وهذه كره اخرى لصالح النجم الساحلي، ماهر الحناشي التوزيع في القائمه الثانيه بعيد على مرعي، وفما مخالفة، فما مخالفة لصالح دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. 5-3 إلى حد الآن في هذه المباراة، في 42 دقيقة لعب بين النجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري. ونذكركم مرة أخرى بالأهداف، مرعي في مناسبتين للنجم الساحلي، ثم فيرس بالعربي، ماهر الحناشي، بالطبيعة هذم الأربعة أهداف، وياسين الشيخاوي المركز الخامس بالنسبة للنجم الساحلي. بالنسبة للاتحاد رفيق كابو، اللاعب فادي العرفاوي، وكذلك اللاعب دريسا كواتي هو اللي مركز 3 بونتو بالنسبة للاتحاد المنستيري. ياسين الشيخاوي بير عملية، ياسين الشيخاوي إلى كشريدة من الجهة اليمين، شيخاوي، ياسين الشيخاوي إلى عواضي، عواضي الشيخاوي، بن عمر إلى ماهر الحناشي، ماهر الحناشي التوزيع إلى مرعي، خطير الكرة ومرعي يرتبك ويضيع الكرة، يرتبك مرعي ويضيع الكرة، فرصة إضافة الهدف السادس. تاريخيا عمرها مباراة بين الاتحاد والنجم وفات 5-3 6-5، فما مباراة في 92-93 الاتحاد كان فاز 6-5 على النجم الرياضي الساحلي. يعني عادة في العادة مباريات زوز فرق تكون فيهم برشا بونتوات كما هو الحال في هذه المباراة. تويلا بن عزيز، يعني شوف ورقة الحمراء اللي ترفعت في وجه قبالة كيفاش أثرت على الاتحاد المنستيري وقت اللي هو مازال كيمارك الهدف الثالث. هنا نرجع نقول لك قبالة نعرفوه ملاعب ايفوري، ملاعب ممتاز، لكن صارت له الإصابة وتراجع المردود نتاعو. قلت لك يبدا الملاعب مش حاضر، يولي ديكونسونتري، يولي يعمل حاجات، يعرف روحه اللي عنده ورقة صفراء يا بيك عمل يعني الفوت، وخذ ورقه صفراء ثانيه وخلى اصحابه في وقت صعيب برشا، يعني حاجات مش مقبوله للملاعبيه. انا نربطها ديما نسبة العامل الذهني انه ملاعبي مش مركز، وسورتو كي يبدا ماهوش في فورما يولي يكسر من الفوت وتصير الحاجات هذيا. دونك بالوقت ويبدا ملاعب يبدا مركز ويخدم مليح في الانترنمون، نتصور انا يكون خير من هكا. وقبالا اليوم عطى يعني مثال سيء، مثال خايب، انه خلي اصحابه في وقت كما ذاك يعرف روحه عنده ورقه صفراء وكمان عمل الفوز. خاصة التايمينج، يعني مازال كي مركز ثالث الاتحاد كان ممكن يرجع في المباراة او لا، هذيك حاجة أخرى، هذيك أحكام الكرة، كرة ترجع. كم سيضيف الحكم كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الثاني، ممكن باعتبار كثرة الأهداف قد يكون 5 أو 4 دقائق في هذا الشوط الثاني. كشريدة من الجهة اليمين، كشريدة، وجدي كشريدة إلى ياسين الشيخاوي، الشيخاوي يتعدى، الشيخاوي ممتاز جدا، شيخاوي 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 وبعيد، هو بعيد كرة ياسين الشيخاوي لعمر الجمال، التسديد خطيرة وبعيد كيما جات. ما شفناش كم أضاف الحكم، أعتقد 4 دقائق كوقت بدل ضايع، كنا مركزين مع العملية، 4 دقائق بالفعل، 4 دقائق كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الثاني من لقاء النجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري. و 5-3 هو التقدم النجم الساحلي امام الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكره مرعي، ها
ترجع من جديد. بن عمر، بن عمر إلى مرعي، مرعي عوض، عوض يقطع الكرة، عزيز الشتيوي، طويلة لرفيق كابو. نتائج المباريات الأخرى، نهاية مباراة النادي الصفاقسي مع الترجي 2-0، انتصار النادي الصفاقسي 3-2، تقدم لنادي بنزرتي أمام نادي حملوف، مباراة كيف كيف فيها برشا أهداف. وهذا الشيء العكاش، العكاش إلى كشريدة، خطيرة الكرة وفما بشير بن سعيد، بينما 3-2 كما قلت تقدم النادي البنزرتي أمام نادي حملوف، و5-3 تقدم النجم أمام الاتحاد المنسيري. جولة فيها برشا أهداف باعتبار البارح 4-1 للملعب التونسي أمام النادي الإفريقي، والنتائج الأخرى اللي باش تبعوهم في حوصلة بالطبيعة في الأحد الرياضي في مباراة في الليلة أكيد على القناة الوطنية الأولى، في عودة لكل الأهداف والنتائج والتصريحات وكل الكواليس في الجولة الرابعة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التونسية. ترجع الكرة لعياري، أيمن العياري، شتوي، شتوي إلى لاعب الاتحاد زيد المشموم، لكن الكرة ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. انخفض النسق أكيد، وكأنه كل فريق رضى بالمردود اللي قدمه في هذه المباراة. إن شاء الله لاباس بالنسبة لغازي عبد الرزاق اللي خرج مصاب، كيف كيف مكرم البديري حارس مرمى النجم الساحلي. كرة للشيخاوي، الشيخاوي يبحث عن كشريدة، يوصل الكرة كشريدة، يحاول يلعب 1-2، وجدي كشريدة يوصل الكرة زكري، عمر زكري، فما المخالفة، فما مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، المخالفة لصالح لاعب الاتحاد. هو أمامكم غازي عبد الرزاق وكذلك أمين الشرميتي. بينما هذا التدخل الأخير على الفهمي بن رمضان لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري. يمشي أيمن العيار، طويلة لكواتي، والنادي البنزرتي كمل المباراة و 3-2 متقدم على النادي حملم في رومونتادا باعتباره كان منهزم 2-0، ثم رجع في 3 بونتو في تقريبا 7 دقائق. النادي الرياضي البنزرتي هجوم يعني كبير برشا بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، بينما الصغير هو اللي كان ماركا بونتويتا النادي الرياضي اللي حملوه. فنحاول نعيشوكم بطبيعة نتائج الفرق الأخرى. كرة ترجع من ياسين الشيخاوي، ونهاية المباراة إذن بانتصار 5-3 للنجم الساحلي أمام الاتحاد الرياضي المنسيري. نذكر بسرعة بالبونتويت عمر المرعي في مناسبتين للنجم الساحلي في رسب العربي مركز ثالث، ثم ذل الفرق رفيق كابو الاتحاد المنسيري، ثم الشوط الأول يوفى 3-1، ثم الشوط الثاني يضيف ماهر الحناشي الهدف الرابع، يذلل الفارق من جديد فادي العرفاوي والاتحاد المنسيري، ثم 4-2، ثم 4-3 بعد هدف ادريسا كواتي، ثم الهدف الخامس لياسين الشيخاوي. طارق في كلمه. ماتش يعني كما قلت انت محظوظين اليوم اللي جو ملعب سوسه، 8 اهداف، فما حاجات باهين في الاتوال، عوده الشيخاوي، تسجيل عمرو مرعي 2 اهداف، فورمه الكبيره نتاع الحناشي في الاتحاد الرياضي المنستيري، رياكسيون، فما شخصيه ظاهر اللي دوزيام ايتون فما حاجه صارت، معناها المدرب عمل رياكسيون وراء امور ذهنيه انيس اكثر منها كوره، فما حاجات سلبيه في النجم الساحلي وفي الاتحاد الرياضي المنستيري. الحاجات السلبيه هما كيف كيف هما الروندمون نتاع لي دو سونترو منا ومنا، دونك في حاجه للمراجعه من زوج مدربين، لكن معناها اهم حاجه اليوم كرة قدم اهداف، كرة قدم جماليه. اليوم ياسين الشيخاوي رجعنا شويه ياسين الشيخاوي بتاع 2006 2007،
حاجة يعني باهية برشا، إضافة كبيرة للبطولة التونسية بشوية، يعني الناس تستنى في ياسين الشيخاوي، تستنى في مردود ياسين الشيخاوي، مش كان من أحباء نجم الساحل، نيس من أحباء الفرق الأخرى، لأنه ياسين الشيخاوي محبوب، ملاعب دولي، ملاعب انترناسيونال. اليوم شفنا يعني عرض ممتاز جدا، إن شاء الله في المباراة القادمة شفنا روح رياضية، إذا ما كانش فما تشنج كبير أبار ورقة الحمراء اللي صارت في الكرة. دونك 8 أهداف حاجة ممتازة برشا، إن شاء الله نشوفوها في المباريات الجاية، وإن شاء الله نشوف ياسين الشيخاوي بصحة جيدة، ونشوف الإتوال في البطولة العربية وشرفها البطولة العربية اللي مشارع مع الوداد، يعني مرسو كبير بلغة الكرة، منافس كبير، القلعة صارت البارح، إن شاء الله نجم الساحلي نشوفه اللي مردود كبير ونقاوه في الفينال تشامبيونز ليج. نعاود نقول لك امور ماليه يعني فيها فلوس كبيره، بطولة العربيه تعاون الاتوال وتخلي الفرق التونسيه ديما في البوديوم وديما في الموجوده. يعطيك الصحه طارق المسعودي، في انتظار بطبيعه انه يكون وليد الهجري مع ذاكر الزرافي في استجواب ما بعد نهايه المباراه، ونذكر بطبيعه الاهداف 5-3 ونهايه المباراه 5-3 لصالح النجم الساحلي امام الاتحاد الرياضي المنستيري. تفضل ذاكر. شكرا لك انيس، اكيد ما بعد المباراه